وانت يا اسراء؟ اه طبعا، هو انا عندي يعني يقين انه الحمد لله قدام قدرت ان انا اعدي فتره صعبه زي كليه، زي طبعا من اول ما احنا صغيرين لحد دلوقتي وما بطلتش، فلا ان شاء الله الواحد يقدر يعمل اي حاجه، لانه يعني هي مش مختلفه عنهم، هي موضوع تنظيم، وفي نفس الوقت برضو هي حته الاهل. يونس اهو، يونس موجود هنا. أيوة. في السؤال. ايوه يونس بيحتفل معانا اهو. ايوه لا هو متربي في وسطينا فعلا، يعني هي حاجة، بس هي مش حاجة سهلة، يعني ما نقللش من مجهود اللي غيرها بتعمله، ان هي فعلا حاجة صعبة جدا. بس انتوا بتساعدوه؟ اه طبعا، على قد ما بنقدر بنحاول. لا بس هي بتبقى عين في الملعب وعين بره، يعني عين في الملعب وعين مع عين الناس. يعني حتى في ماتش الزمالك كانت برغم ان هي ما شاء الله كانت من اسباب المكسب، يعني ما شاء طبعا كلكم، بس هي كانت سبب يعني مهم، تصدت لعدد كبير جدا من الكور، بس برضه مشتت قلقانة. ايوه بس تقدر. ايوه تقدر. طيب قولوا لي انتوا يعني شاركنا في بطوله افريقيا، انت كنت اخر بطوله افريقيا اللي كانت في نادي الاهلي، لعبتي فيها صح؟ لعبت فيها صح. طب انتوا حابين التجربه دي تتكرر تاني؟ اكيد حابين، بس يعني حابين ان احنا نشارك عشان نقدر ان احنا نخش في المود بتاع الماتشات بتاع افريقيا. يعني هما دايما بيقولوا لنا ان احنا بنعمل بس تمثيل مشرف، بس احنا لا، يعني احنا فعلا اخر بطوله عملنا حلو قوي، بس بنقعد فتره بعديها ما بنشاركش، فبنيجي نلعب تاني بنحس ان مستوانا نزل. يعني او فرق عنهم. انتوا عايزين استمراريه المشاركه. الاستمراريه دي هي اللي هتخلينا يعني نوصل للمستوى. هو اكيد مش هيجي في يوم وليله، بس يعني والغريبه كمان برضو ان المنتخبات برضو لا احنا اتكلمنا في الموضوع ده منتخب كتير. كبيره بكلم المنتخب الكبير، منتخب السيدات الكبير يعني مش موجود، فانتوا يعني موضوع المنتخب بيبقى اكبر اعداد للعيبه، فانت مش مفيش برضه. بالظبط، هو عامه الاحتكاك الكتير هو اللي بيوصل اللعيب، يعني هو اللي بيخليه ياخد خبراته ويبقى احسن، فلو ده مش موجود فمهما عملت، مهما عملت في تمرين، مهما عملت مش هتوصل. صحيح.